لا يا ابني ما غنيتش يا ابني انت حمار. اسمع يا حبيبي اتفضل يا فندم اداله صفر اتفضل. انا فيه يا استاذ عامل ايه؟ تتجدني من انا فيه ليه؟ مواد الدواخان ومعذباني متخيل اغسل واطوي واعمل كل حاجه في البيت يا رب كل حاجه حرماني حتى من النزول في الشارع حتى انزل اقعد مع اصحابي في القهوه حتى البلكونه ما تقدرش تطلعها ولا ولما اقول لها مصروفي تدولي بالعافيه عارف لما بزعلها بتنمي على الارض وتنام هي على السرير لا اسمها في ايديها لا اسمها في ايديها عشان كده مفتريه يا استاذ طب ما حاولتش تقعد مع حد كبير من اهلها تتكلم معاه تخلص الموضوع ده قعدت ياما يا استاذ مفيش فايده شديده عليا يا استاذ شديده عليك شديده طب انا عندي حل ليك اتفضل يا استاذ تعمل لي توكيل وتجيب لي عقد الجواز بتاعك وبتاعك وبتاعها مش هقدر اخده منها عشان هو معاها هو ايه؟ معاها طب ما انا هتعمل ايه؟ مش عارف انا جيت لك انت سيدك مسمع في الدنيا كلها انا بخلع قالوا له روح لاستاذ وائل هو اللي هيظبط لك الدنيا يا حبيبي انا بخلع حريم مش رجاله ما احنا عكسناها عشان نتجوزه عشان ترضى انها تتجوزني قالت لازم العزمه تكون في ايديها لازم العزمه وانا عشان بحبها وافقت لا حول الله وسبت لها كل حاجه لا حول الله بس المفتريه تنزل الصبح بدري ما تجيش الا متاخر لا حول الله وانا اغسل واكل واعمل الطبيخ واكنس وكل حاجه انا بعملها تعمل كشري ده حتى الجزمه بلمعها لها تعمل كشري جميل جدا تعمله كويس الشنطة حار كده بتظبط لك الدنيا انا هقول لك على حاجة حلوة اتفضل يا استاذ تخون بعضك وتطلع بره لا تطلقها لا تطلقك اتصرف مع نفسك انا ما عنديش حل ليك ازاي يا استاذ؟ ازاي؟ ما احنا ما فيش قانون نزل انا جيت لك عشان سيدك مسمع في الدنيا كلها يا حبيبي ما فيش قانون وقالوا لي استاذ وائل هو اللي هيحلك المشكلة دي يا حبيبي ما فيش قانون نزل للرجالة يخلعوا الحريم ليه؟ ما انزلش لسه القانون انا مالي وانا صاحب القانون ما انزلش يا بابا طب شوف شوف لي حل يا استاذ اشوف لك حل كل يوم بتضربني يا استاذ ومعذباني دي بتضرب في السجاد تحت ماضي يا استاذ يا راجل وحياه خالتي يا استاذ بيحصل فيك كده يا استاذ لا يابا مفيش الكلام ده معانا احنا رجاله قوي ما انا بطك راجل بس راجل من الجنب التاني لا ما هو الجنب التاني ده مش سكتنا اطلع بره شوف لي حل يا استاذ اطلع بره هتضربنا ومروح اطلع بره يعني مفيش حل يا استاذ مفيش حل من الدكتور اللي انت لعبت امشي يا عم امشي يا عم امشي يا عم السلام عليكم يا استاذ الحمد لله مش حل